موهانداس كرام شاند غاندي المهاتما غاندي زعيم سياسي وروحي هندي لقب بالمهاتما أي النفس الكبيرة نادى بالعنف وبالمقاومة السلمية عمل على تحرير الهند من نير الاستعمار البريطاني فدعي مهندس الاستقلال الهندي دعا إلى إزالة الحواجز بين الطبقات الاجتماعية وإلى الوحدة بين الهندوس والمسلمين والسيخ قتله هندوسي متعصب أشهر آثاره سيرته الذاتية التي دعاها قصة تجاربي مع الحقيقة عام 1927 وقد نقلها إلى العربية منير البعلبكي ولد عام 1869 وتوفي عام 1948.